الحقيقة احنا عندنا موضوعات كتير قوي النهارده، بس عايزين بس نبتدي معاكم كده بكام احصائيه رائعه يعني لفتوا نظرنا من بعد ما كسبنا مقاولين، وبيدوا لك كده مؤشرات حلوه. احنا امبارح كنا بنتكلم ان في امل، الروح الموجوده في الملعب ليها امل، الناشئين الموجودين واللي طبعا سبب كبير جدا جدا في فوزنا لحد النهارده في منهم امل. هنتكلم عن احنا رايحين فين قبل أهم 10 مباريات في الموسم. أبرز حاجة لفتت نظري يا جماعة هي أن مباراة الزمالك والمقاولين شهدت نهاية سلسلة سلبية لبطل الدوري بعد ما فضلنا لمدة 9 مباريات حتى لو بنكسب فبيدخل فينا جوال. أخيرا أول امبارح انتهت بقى السلسلة دي في ماتش المقاولين بفوزنا 1-0، وطبعا حفظنا بقيادة عواد على نظافة شباكنا. لو تفتكروا احنا هنا سألنا في نهارك أبيض كتير قوي عن الدفاع عندنا يا جماعة فيه مشكلة، سبب تراجع صلابة الدفاع الزملكاوي في المباريات الأخيرة، واتكلمنا كتير قوي انه في حاجة ناقصة، في تعثر جامد جدا في الدفاع. وقد ايه شفنا كمان ان مستر فيريرا اشتغل كتير جدا على الجزئية دي الفترة الأخيرة، برغم ان احنا كان عندنا غيابات كتيرة جدا في الخط الخلفي مؤخرا، لكن أخيرا بنعمل كلين شيت مهم جدا جدا رقميا ومعنويا كمان. فكرة ان احنا داخلين على 10 مباريات واحنا واخدين الثقة انه لا احنا بنسجل ما بيدخلش فينا. كمان يا جماعة في حاجة مهمة جدا اخدت بالي منها، ان الزمالك ابتدى يركز انه يدخل الماتش بدري، يعني ممكن لسه مش بدري قوي مش من الاول الماتش، بس لا يعني ما بنستناش لحد الشوط الثاني على الاقل عشان خاطر ايه ده نفوق. لا الحمد لله بقى في اوفر كومينج للحاجه زي دي. امبارح مستر فيريرا قال في المؤتمر الصحفي ان ما فيش فريق بيكسب دوري دفاعه وحش، الهجوم فن لكن الدفاع دايما اصعب، لان الكوره ما بتبقاش معاك، انت مطالب ان انت ما يخش فيك هدف عشان خاطر تقدر انت تحرز الهدف وتكسب بيه. كمان من ابرز النقاط يا جماعه اللي برضو طلعنا بيها الفتره دي واللي اتكلمنا فيها برضو الفتره الاخيره كان فكره اننا نحسم الفوز من الشوط الاول اللي انا كنت بتكلم فيه. فعلا الزمالك، يمكن الزمالك فرق جامد جدا عن الموسم اللي فات، الموسم اللي فات يا جماعه والموسم كله ايا كان البطوله، لا احنا بنبتدي في ال 45 دقيقه الثانيه، لا السنه دي كل ما بنخرج متقدمين في الشوط الاول عمرنا او صعب قوي ان احنا نتعثر في نتيجه اللقاء، دايما بتبقى البدايه بتقول لنا الماتش هيبقى ماشي ازاي. وده اللي حصل في ماتش المقاولين، سجلنا الشوط الاول فخرجنا بالثلاث نقاط اللي احنا عايزينهم. فنتمنى ان ماتش المحله اللي جاي طبعا تبقى بدايه سلسله الانتصارات اللي جايه، يعني خلاص نقفل بقى اللي فات، احنا متعودين ان بعد كل ماتش خلاص هنقفل صفحته ونشوف الماتش اللي بعديه، لان فعلا الماتشات اللي احنا فيها او الفتره اللي احنا داخلين عليها مفيش اوبشن ان احنا نقع للاسف. يعني هو الطبيعي ان احنا بنتعثر، طبيعي ان احنا مكسب وخساره، بس ده مش في ايدينا حاليا، يعني احنا ان شاء الله نكمل الفوز ونكمل سلسله الانتصارات ان شاء الله باذن الله. بمناسبه بقى الاحصائيات اللي انت اتكلمت عليها من شويه، في احصائيه مهمه جدا ليها علاقه بالاهداف والفاعليه. انت عارفه ان نص اهداف نادي الزمالك السنه دي باصم عليها نجمنا وهداف مسابقه الدوري احمد سيد زيزو. زيزو اول امبارح صنع هدف الفوز امام المقاولين للمدافع طبعا الشاب حسام عبد المجيد او ماتيب زي ما بيسميه مستر فريرا، عشان يوصل للمشاركه رقم 20 او المساهمه رقم 20 باهداف الموسم ده ب 12 هدف مسجلهم و8 صناعات للاهداف. الزمالك اصلا مسجل 42 هدف في الدوري في الموسم ده او في النسخه دي، فزيزو لوحده مشارك في 20 هدف منهم، يعني بنسبه 48% من اهداف الفارس الابيض في هذه النسخه. موسم بالنسبه لزيزو موسم ولا في الخيال، بسم الله ما شاء الله، ولسه كمان منتظرين منه المزيد والمزيد، واثقين جدا جدا في امكانيات لاعب بحجم زيزو. بص هو زيزو شخصيه لعيب كبير جدا الصراحه، اتشكلت ونضجت وظهرت كمان في الزمالك، والحقيقه يعني هو برده بن شرقي الصراحه هما الثنائيه الافضل في الدوري السنه دي، يعني ده كمان بالارقام وبالاداء بدون اي تحيز. فنتمنى ان مجهوداتهم دي تتم ترجمتها ان شاء الله بلقب الدوري اللي هناخده لتاني مره على التوالي باذن الله. عايز اقول لك حاجه كمان، ان انا عاجبني طريقه تعامل مستر فيريرا مع زيزو، يعني هو اخر فتره خد باله ان زيزو في اجهاد، فلا فبيريحه، اخر مره برضو مطلعه
قبل ما الماتش يخلص، اللي هو مستر فيريرا عارف خامه لعيبته عامله ازاي، عارف ان هو لو زيزو تم استهلاكه 100% الفتره اللي جايه اللي هي الفتره المهمه هيلاقي زيزو تاخر بشكل او باخر، زي ما احنا خدنا بالنا في كام ماتش كده قبل ماتش مقاولين الراجل تعب، يعني حاسس انه مش قادر، لان هو فعلا زيزو بيلعب ال 90 دقيقه يعني مستمرين وفي كذا ماتش ورا بعض. فعجبني ان مستر فيريرا ابتدى يعني يتحسس الموضوع ده وبيتعامل الصراحه مع اللعيبه بشكل احترافي جدا. نرجع بقى للزمالك بشكل عام، واكيد هنكلمكم كمان في اقرا الخبر عن استعدادات الفريق لمباراه غزل المحله الصعبه والمهمه جدا جدا يوم السبت. لكن احنا حابين برضو نروح معاكم كده من بدري لموضوع كده يمكن متصل بحلقتنا النهارده او بموضوع حلقتنا النهارده، وهو تعاقد اتحاد الكوره مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريب منتخب مصر. والحقيقه هي حاجه حصلت في فترة طبعا انشغلنا كلنا بالعيد والاجازة والحاجات دي، فيمكن حاسة ان هي ما خدتش حقها لا على الميديا ولا على السوشيال ميديا، لكن مفيش شك هي خطوة يعني ممكن تكون متأخرة شوية، لكن اتس نيفر تو ليت، يعني هي تأتي او تأتي متأخرا في طريق الإصلاح اكيد احسن بكتير قوي من ان انت ما تجيش خالص. فخطوة كويسة، خطوة لازم نشيد بيها. يعني انا الصراحة متفائلة يعني من التعاقد مع، انت شايف خطوه التعاقد مع فيتوريا ايه؟ يعني توقعاتك للمدرب، طبعا مدرب كبير سي في هو عظيم جدا، فانت شايف ايه اللي جاي كده؟ بصي مفيش شك روي فيتوريا اسم كبير جدا على الساحه، انت بتتكلمي عن الراجل سبق وتوج بلقب الدوري البرتغالي اكتر من مره مع بنفيكا، افضل مدرب في البرتغال اكتر من مره واكتر من موسم، وليه تجربه مميزه جدا قريبة مننا شوية في الشرق الأوسط في السعودية تحديدا مع نادي النصر السعودي، وقدر يتوج النصر السعودي بالدوري لأول مرة بعد غياب 4 سنين تحديدا، كان في موسم 2019 ومن وقتها ما خدوش الدوري تاني، يمكن بقاله ما هو 9 سنين أو 8 سنين النصر خد الدوري مرة واحدة مع روي فيتوريا. طبعا الهلال عارفين أنه هو مسيطر تماما على كل البطولات في السعودية، فبالتأكيد اسم كبير، سي في كبير، يمكن حتة ان هو ما دربش منتخبات قبل كده دي هي النقطة السلبية الوحيدة، لكن انت في النهاية بتتكلم عن مدرب كبير، والمدرب الكبير اللي عنده رؤية واستراتيجية بيقدر يفرضها في أي مكان، نادي بقى، منتخب، أيا كان الفريق اللي هيدربه. لكن الحقيقة أكتر نقطة عجبتني في القصة دي هي التعاقد معاه لمدة 4 سنين. ليه 4 سنين؟ ده مهم جدا. المهم ان انت يبقى عندك خطه طويله الامد، يبقى عندك مشروع طويل المدى في تطوير الكره المصريه، اللي مش هيحصل ما بين يوم وليله او تجيب مدرب تقعده زي ما شفنا في الفتره اللي فاتت، طبعا كابتن ايهاب جلال قعد وقت قليل جدا ما كملش شهر، فانت محتاج منظومه كامله تشتغل، مش راجل واحد، لا انت عندك منظومه كامله، انت مش ساحر، مفيش حد بيعمل حاجه لوحده، القصه كلها منظومه، عوامل لإنجاح هذه المنظومة. ومن هنا ففيتوريا لازم يشتغل على نقاط بعيدة المدى، كمان فكرة الاختيارات والقوائم بتاعة المنتخب، تطوير اللعيبة، حاجات كتير جدا متعلقة بطبيعة كمان المسابقة في مصر وانتظامها وإعطاء نظرة للعناصر الشابة، قطاعات الناشئين الخاصة بالأندية، عشان يطلع لنا جيل جديد يحضر بقى ال4 سنين جايين. إن شاء الله كلنا بنتمنى إن هو يقدر يعمل ده، وبنتمنى طبعًا الخير في الأول وفي الآخر للكرة المصرية. بص يمكن هي النقطة السلبية اللي أنت قلتها فعلًا يعني تقلق شوية، فكرة إن هو ما مسكش منتخبات قبل كده، فكرة إن هو ممكن ما يبقاش لسه عارف الاختيار بيبقى بناءً على إيه، فكرة إن هو كمان عليه مسؤولية كبيرة قوي، يعني فكرة يمكن هو لو مسك فريق أو حاجة خلاص بيبقى عارف الفريق ده، ال11 لاعب طبعا بالبودلة بيبقى عارف مش هيخرج براهم، لكن هو عنده أندية يعني الدوري كلها، يقعد بقى يتفرج ويشوف هو محتاج إيه، مسؤولية كبيرة طبعا على حد ما مسكش منتخب قبل كده، بس بنتمنى طبعا كل الخير لمنتخب مصر وبنتمنى له كمان التوفيق. يمكن فكره فعلا ال4 سنين دي الحاجه اللي احنا كنا محتاجينها من زمان الحقيقه، يعني كويس برضو ان هي جت دلوقتي، بس كنت اتمنى ان هي تحصل من زمان، يعني من ساعه مثلا كيروش اعتقد ان هو لو كان التعاقد معاه 4 سنين
ما كناش هنبقى دلوقتي لسه بنبتدي من اول الصفحه تاني، بنبتدي نشوف هنجرب ازاي وهنعمل ايه. حاجه تانيه يا جماعه لازم برضو نقولها، راجل جاي ومعاه 4 مساعدين، وهم على فكره اللي كانوا معايا برضو في تجربته مع نادي النصر السعودي، وهيكون في غالبا واتمنى شخص مصري واحد في الجهاز كمعاون. في كمان ترشيحات كده كتير الحقيقه، اتمنى طبعا يكون الشخص ده كادر، عندنا امل ان هو يكون مشروع مدرب وطني كبير في المستقبل، يعني مش مجرد اسم شاب وبتطرح وخلاص، يعني نفسي كده يا جماعه نحاول نهيئ ده. احنا المستفيدين في الاول وفي الاخر من ان احنا ندخل عنصر مصري مع جهاز فني كبير يتعلم ويستفيد ويفيد على فكره منتخب مصر في السنين اللي جايه. دايما لما بيبقى في عنصر مصري بيعرف يوصل الرسائل او المعاني ما بين المدرب الاجنبي او المدير الفني الاجنبي واللعيبه، لازم حد يكون فاهم اللعيبه، فاهم دماغ اللعيبه، دي حاجه اساسيه. فيا رب نحاول ننجح الراجل ده، ويعني دي نحط تحتيها 1,000,000 خط، يعني فكره ان احنا نساعده ان هو ينجح، نديله فرصة يا جماعة، مش من أول ماتش إيه ده؟ لا مش عايزين، وزي ما أحمد قال شهر وحد تاني، خلاص هو كده كده مفيش شهر، هو قاعد معانا 4 سنين. كويس بقى مش كويس، خلاص هو قاعد. أحمد كمان قال إن النجاح يعني مهم، النجاح يا جماعة ملوش أب، يعني ملوش أب واحد، لازم يعني تعمل عدة عوامل عشان خاطر تحقق النجاح ده. منتخب مصر يا جماعة كبير، يستحق مننا ان احنا ندعمه، يستحق مننا ان احنا نفضل ورا المدير الفني اللي اكيد تم اختياره بمعايير احترافية جامدة جدا، فنتمنى التوفيق في الفترة اللي جاية، واتمنى ان انا ما اشوفش فترة تجربة طويلة، ممكن اشوف فترة اعداد من كام ماتش الاولين، بس مش عايزة احس ان منتخب مصر يعني حقل تجارب زي ما بنقول. لا ان شاء الله ما يبقاش كده، واتمنى طبعا الخير باذن الله للي جاي مع منتخب مصر مع روي فيتوري. في اخر كلامنا حابين نقول لواحد من نجوم مدرسه الفن والهندسه الكابتن الكبير كابتن محمود الخواجه، حابين نقول له كل سنه وانت طيب، ذكرى ميلاده طبعا 15 يوليو، حابين نقول له كل سنه وانت طيب ان شاء الله دايما. طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك بقى كلاعب وكمدرب، عمل حاجات كتير جدا لنادي الزمالك، بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن خواجه. طبعا كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. طبعا من الشخصيات الجميله جدا كابتن خواجه، واللي كان لعيب كبير في فتره السبعينيات، بعد كده اشتغل اكتر من مره في الاجهزه الفنيه لنادي الزمالك على مدار سنين كتيره جدا جدا. كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير.